برنامج أنت وحظك ما هو برنامج مسابقات بس، لا هو برنامج اجتماعي يحطك بمواقف غريبة عجيبة ونشوف كيف تقدر تطلع منه. المواقف ذي عادة تلاقيها بحياتك اليومية، ممكن تصادفها ممكن ما تصادفها، ما لنا دخل. تدخل هذا البرنامج ونحطك بهذه المواقف ونشوف كيف ردت فعلك وكيف تقدر تطلع منه. اتذكر دائما في هذا البرنامج أنت وحظك. الحد يا ولد ايوه بدا التحدي 1 2 3 لا اشوفك تهدي انت مو قد التحدي يلا على بيت جو انت وحظك هذا هو اسم الشو يلا فتح لك الباب حدي يا ولد وحدي يا ولد قدام انت وحظك مع هشام استعد الاصطدام انا ماني مسؤول اذا صار لك اي شيء المهم في الموضوع انك تخرج حي اذا كان فيك حيل يلا على الشحنة اختبار للتحمل والقوة طحنة وانا سو ضحك على كل مشترك وقتك محدود يلا خليك حرك ايش تنتظر يلا جو يلا روح انت وحظك مع هشام والتحدي مفتوح التفتيش بالمطارات عبارة عن فضيحة قدام الله وخلقه كلهم يشوفون أغراضك لهذا السبب عندي هنا علشت طريقتي الخاصة مثل ما قال هشام كلنا نحوس في هالمطارات وبالذات عن نقطة تفتيش العفش والتفتيش الذاتي ولذلك لعبتنا اليوم تحدي مع المتسابق المرور من خلال جهاز لكشف المعادن ولبسنا المتسابق زي مخصص وملينا جيوبه معادن مختلفة فلو ما يبي جرس الإنذار يزعجه لازم تخلص من كل هالمعادن الموجودة في الوقت المناسب وقروشة لو طارت ترى حنا مو بمسؤولين عمار عبد الله العمر 23 سنة شخصية بشوشة مرحة متقبلة لأي صدمة نفسية ممكن تتعرض لها كان رأيه في هذا التحدي مختصر ومفيد قال خير إن شاء الله ولما سألناه عن رأيه في المطارات عموماً كمان جاوبنا بتحفظ وقال كل شيء بالتساهيل ما ندري بصراحة هل هو متفائل أم محبط مهما كانت ظروفه تم إغلاق عينه حسب قانون البرنامج لأن القانون يشمل الجميع يا عمار بنقول لك بكل حب شد حيلك ولا يردك شيء كيف حالك؟ حياك أبي طيب الحمد لله أمورك طيبة؟ الحمد لله طيبين اسمك وسنك وما نبي عنوانك ما نبي نبي اسمك وسنك بس عمار عبد الله نسيم سني 23 سنة متزوج؟ لا لا باقي وليش ما تزوجت؟ والله باقي الواحد لازم يعني يكون نفسه وضبط أموره وبعدين يفكر بالزواج على فكرة أنت جتني معلومات أنك من أهل جدة إيه من جدة أنا أكيد شمال جنوب شرق غرب جنوب جدة تعجبني يعني كلك حماس وحيوية وطاقة أكيد وهذا المطلوب وعشانك من جنوب جدة أقدر أقولك ممكن تشيل الغطا اللي على عينك وش رايك بالمكان يا عمار؟ حيوب ليش تمام تمام أمورك طيبة؟ الحمد لله شفني أنا مواجهك على اللي قدامك وعلى يسارك شفت اللي على يسار واقف هذا؟ هذا العسكري شكله هذا ولد عمي حمد لا يغرك ترى وقت الجد ترى يقوم عليك ويفزع عليك شفت جو المطار؟ إيه أنت في المطار الجديد حق جدة وأمورك طيبة وقدامك الجهاز اللي هو يكشف المعادن وانت طبعا تتساءل ليش حطناك بهذا التحدي تحدي المطار سافرت يا عمار قبل كذا ولا لا اكيد سافرت طريق بر ولا طياره لا طياره وين قطار ما في عارف قوانين اللعبه اي وعارف فكره اللعبه اتذكر دائما يا عمار مبلغك اللي هو 6000 ريال يتناقص لهذا السبب ابيك سريع وابيك قوي وقبل ما نبدا التحدي ابيك تختار رقم اختار رقم في بالك يا عمار وش رقم الحظ دائما بالنسبة لك؟ 3 ما ودك تزيده شوي؟ 33 أجل ما ودك تنقصه شوي؟ خلي 33 مركز على 33 إيه طيب طالما أنك أنت مركز على رقم 33 أقولك مبروك هذا الرقم من عندي لك 33 ثانية
قبل ما يبدأ عداد رصيدك بالنزول. هذه هديتي مني لك، استفدت من هالوقت ذا ولازم تستفيد منه. فاختيارك لهذا الرقم رقم موفق، الله يوفقك. بعد ما تخلص التحدي هذا راح ينفتح الباب اللي وراك، هتلاقي 6 أبواب تبحث عن الباب الصحيح وباب الخروج. وأقدر أقول لك إنه تحديك راح يبدأ في 3 2. أعطيه 1 ولا لا؟ 1. أبدأ. صفر جهاز. وال33 اللي اختارها عمار بدأت تتناقص، وما شاء الله 6000 ثابتة مثل ما هي. أول مرة تلبس أوفرول يا عمار؟ إي أول مرة. جرب يمكن ما يصفر الجهاز معك. كاشف المعادن هذا كاشفك على خير يا عمار. ترى هذا بس بالمطار الجديد الجهاز ذا، المطار القديم ما عندهم. ال33 ثانية قربت تخلص. خلصت ال33 ثانية وبدأ عداد رصيدك بالنزول. إحساس غريب لما الفلوس تتبخر تطير طيران. عمار، القطع المعدنية شيلها لو سمحت بأسرع ما يمكن. 4000 ريال بدت الآن تنزل ل3000 ريال. دور يا عمار، شقشق، قطع، دور، قطع ملابسك، ضرب راسك بالجدار، ما لي دخل، أهم شيء إن الجهاز ما يرن. أما لو طق راسك بالجدار. 2000 ريال. قرب الباب يفتح بشكل أوتوماتيكي والباب راح يفتح الآن. هج. كم كسب؟ 0 ولا ريال. وهذه بال33 ثانية. يعني أنا ما قصرت، وجدة وجنوب جدة والأمور طيبة. بلوشي أضحك عمار، خلنا نغلع الدق يا أخي، نهزم. طيب عمار، 33 ثانية و6000 ريال ولا ريال آخر شيء. ليش يا عمار؟ الوقت ضيق. طيب الوقت ضيق؟ 30 ثانية وما شاء الله يا أخي. وبعدين مفصلين لك بدلة حلوة أسود برمادي وأمورك طيبة يا أخي. طيب البدلة بس كان قللت الجيب اللي فيها. هذه البدلة ممكن تحضر فيها زواج يا عمار ولا لا؟ جواز ممكن في يوم العمال أو بقول لي. وش إحساسك جوا أنت جوا من المطار على غرفة ال شو اسمه البيبان؟ أول شيء في المطار الواحد كان بيخلص، يعني بيخلص المطار عشان يخش على الأبواب. ومن الأبواب طبعاً انفجعت. وش أكثر شيء افجعك بالبيبان؟ أنا كنت متوقع، أنا متخيل في شيء يعني، ولا بس ضربة حق البوري هذه، حتى تخيلت انك كنت بطيح. انت الظهر بعد الحركه ذي بتحرم تسافر. ها ابد، راحت القروش. على العموم شكرا لك، الله يجزاك خير. وتعال امشي اوريك وش الاشياء اللي فاجعتك هنا. امشي امشي، خلنا اوريك. امشي تعال. مصطفى صالح، العمر 29 سنة، حكان عن سفرياته حول العالم وعكس لنا خبرته الكبيرة مع المطارات. وبكده وصل لنا إحساس بأنه تحدي اليوم مضمون وفي جيبه خلاص، لدرجة حتى هشام تحمس وقال إيه، هذول اللي نبيهم بالبرنامج. مصطفى، الساحة أمامك، روح والقلب داعي لك. أنا شايف واحد واقف بدأ يتوتر، عيونه مربوطة ما يدري وش السالفة. اسمه مصطفى، كيف حالك يا مصطفى؟ أمورك طيبة؟ الحمد لله. متوتر يا مصطفى؟ والله حاجة زي كده بتقدر تقول. إيش الأسباب اللي تخليك متوتر؟ حران؟ في زي الفجعة كده يعني، حاس مفجوع؟ إي والله. يعني أنت إنسان خواف في حياتك؟ الصراحة ديك يا تخاف تنام بالظلمة يعني؟ إيوه. أوف والله ما شاء الله عليك جريء، يعني بتقولها كده على العلن. ما علي يا ابوي، عايد ايش فيها كذا؟ تشجعني اني انا اكون معاك يعني لين ان شاء الله. وابتسامتك الحلوه وضحكتك الحلوه. مصطفى انت من وين؟ والله من جده انا.
من أهل جدة. أنا أقول لك شيل الغطا اللي على عينك، خلينا نسولف معك. إيش رأيك بالمكان اللي أنت فيه؟ والله مكان مظبوط للآن. إيش نظر يسارك؟ هذا ولد عمي حمد، شفته يسلم عليك. شفتي إن أنا فوق؟ أنا قدامك محوطك من كل مكان يا مصطفى، بوجهك وعلى يسارك. شفني، شفني على يسارك، شفتني؟ مظبوط. طب سلم علي، ها تعال سلم. كيف حالك؟ تمام الله يبارك فيك، ما يحتاج. طيب يا سيدي، أنت عارف قوانين البرنامج. مظبوط. وقبل ما نبدأ بالتحدي أبا عيشك أجواء المطار اللي أنت موجود فيه. هذا المطار أكيد أنت سافرت مثلك مثل غيرك من الناس اللي يسافرون حول العالم. تقدر تقول إن شاء الله. أقدر أقول يعني أنك ما سافرت. طيب ما في مشكلة، حمشيها. دائما المطار يعتمد على السرعة، والسرعة شيء عامل مهم. يعني لو أنت ما كنت إنسان سريع رحلتك بتطير عنك. صح. طارت عنك رحلة قبل كذا يا مصطفى ولا لا؟ الله تقدر تقول. أنا كل شيء أقدر أقول. وشلون أقدر أقول؟ يعني إيه ولا لا؟ يا أبيض يا أسود يا مصطفى، أنا ما عندي اللون الرمادي ما بيه. طيب ماشي. سافرت ولا لا؟ ما سافرت. قبل ما نبدأ التحدي يا مصطفى، راح أطلب منك تختار لي رقم، الرقم المفضل لديك، رقم الحظ اللي أنت تحبه دائما. أعطيني رقم. والله الرقم 10. تحب الرقم 10؟ إيه. وإيش السبب اللي خليك تحب الرقم 10؟ والله لأنه تفائل بالرقم هذا، لأنه حتى لما نلعب كورة الصراحة وأنا ألعب مدافع وأحب الرقم 10. طيب بدام ثبت رقم 10 راح أعطيك إياه، وهي 10 ثواني راح تكون ملك لك وهدية لك قبل ما يبدأ عداد رصيدك بالنزول. شف في باب وراك، الباب هذا راح ينفتح، أبيك بسرعة الصاروخ تدور على الباب الصح. تحديك يا مصطفى راح يبدأ فيه. 3 2 1 ابدأ. الجهاز صفر، شيل كل القطع المعدنية اللي عليك يا مصطفى. أكيد طبعاً العسكري حيطلب منك أنك تشيل القطع المعدنية الموجودة بجسمك، الرحلة حتطير عليك. خلصت 10 ثواني وبدأ عداد رصيدك ينزل. 6000 بدأت تروح يا مصطفى. طلع القطع على طول، حطها بالبلاستيك الشفاف الموجود على يسارك. يلا يا مصطفى حطها وجرب. 4000. صفر، ما زال بجسمك في قطع معدنية. والله هالقطع المعدنية دي هبلت يا مصطفى، هبلت بوك. يلا يا مصطفى حاول يا مصطفى تشيل، جرب. ما زال عندك قطع معدنية، الجهاز ما يكذب، الجهاز عمره ما يقول انه اذا عندك قطعه معدنيه. انفتح الباب يا مصطفى، هج هج، روح الحق الفلوس يا ولد. وين باب الخروج؟ اطلع. وين راح؟ الباب الاخير. راحت القروش، راحت يا مصطفى والله. يومه بسنة مصطفى. جاهز يا مصطفى؟ جاهز. خذ نفس، نفس ثاني. يلا رياضة، تسخين. أسرع 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 أسرع. هذا كان حال مصطفى جوا. مصطفى تعرفنا عليك، كان دمك زي العسل. بس وش اللي صار فيك يا أخوي جوا؟ والله ما أدري، بس إيش تسوي؟ خلاص. مالك في السفر يا مصطفى؟ مالي في السفر إيه صراحة. ومالك في البيبان؟ لا في البيبان ماشي، ومال البيبان مرة ما أحمي البيبان أنا، مدافع. كم باب عندكم بالبيت؟ والله 4 بيبان. يعني إحنا بيباننا أكثر. أيه 6 هنا. أيه 4 بيبان صراحة. انهزمت ولا ريال؟ ما يحتاج، عاد هذا نصيب عاد والله، اللعبة ولا ذكاء وهذا بس خلاص، إيش نسوي يعني؟ ويبغى له سرعة. وسرعة بس أنت اليوم طاقتك فيتامين د الظهر نازل عندك. والله تقدر تقول إنه الفجعة كده مزودة شوية، عشان شوف قالوا لي لبوات فيه ومدري، الصراحة مفجوع كنت. وأنت أي واحد يقول لك تصدق؟ والله يسوي معايا شباب، والله فاجعني من بدري، قلت لهم والله لو أدري ما كنت جيت، وربي الصراحة. على كل يعني شرفتنا وما يحتاج، وهذا ما يمنع إنه
حبيبي نكمل رياضة. جاهز؟ جاهز. سخن. ريان جبالي العمر 27 سنة. انطباعنا الخاص عنه بأنه شخصية مراوغة وما يرضى بالشيء البسيط أبداً. تحفظ عن إبداء رأيه عن التحدي واكتفى بابتسامة تحت الضرس لم نفهم مخزاها. اللقاء باين أنه حماس وما أعتقد أنه الطرفين هشام أو ريان حيتنازل واحد منهم للثاني. أهم شيء يا ريان شد حيلك وورينا فنك. في واحد واقف قدامي حاط إيد على إيد له شنب وحاط الزر الدولي وبدأ يبتسم الحين ما شاء الله عليه والوجنات مبينة ولابس خاتم. يا ترى هو متزوج ولا خاطب؟ ريان كيف حالك؟ الحمد لله تمام. أمورك طيبة؟ والله بخير. متزوج ولا خاطب ولا؟ لا دي ولا دي. تمويه يعني؟ ايوه. عشان تبين نحن عليك يعني لابس الخاتم. انت بالك؟ المشكلة انك ما انت بعارف ان المتزوجين عندنا هنا نعاملهم معاملة مهب مثل العزاب. يعني انت حطيت نفسك بموقف شين؟ اكيد. من وين؟ من جدة ولا من الرياض ولا من الجنوب؟ من جدة. جدة؟ ايه. ومن اهل جدة وسكان جدة؟ ايه. كم عمرك؟ 27. عمرك 27 سنة؟ ايه. وانت من جدة ولهذا السبب انا راح اطلب منك انك تشيل اللي على عينك عشان نشوفك زين يا ريان. وش رايك بالجو العام؟ حلو. وين حاس نفسك؟ والله ما ادري. مسلخ مثلا؟ ممكن. مسلخ؟ مسلخ وين يا ابو مسلخ؟ مطار ذا. مطار؟ وشوف الأمن على يسارك. إيه؟ هذا الأمن مسؤول عن سلامتك طبعاً. هل أنت حاس إنه هذا الأمن اللي واقف على يسارك ممكن إنه يحميك؟ لا. طب لو تحرك حتخاف ولا ما أنت بخايف؟ ليش أخاف؟ يعجبني اللي قلبه جامد. اطمئن وارتاح. أنت الآن بالمطار يا ريان. وعلى فين مسافرين؟ على ديرة ما ندري وينه. لا أنا ولا أنت. اللي يحدده أنت. يلا نشد الرحال. قوانين البرنامج عارفها يا ريان؟ أكيد. اللعبة كمان عارفها؟ إيه. وقبل ما نبدأ أنا أبي أطلب منك إنك تقول لي رقم الأرقام اللي تحبها. 7. رقم 7. إيه. رقم 7 ممكن وأنا قابله بنك. شوف على يسارك يا ريان في رقم 6000 ريال. ها هو أنت شوف أنت يا أخوي. هنا 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 شوفوا. شوفوا هذا 6000 اللي هنا. يا رجل. ما انت بشايف شاشة عليها رقم 6000 ريال؟ ايوه. هذه قروشك. ايه. حافظ عليها وحاول انك تنهي التحدي بسرعة وقت لانه الفلوس هذه راح تبدأ تتناقص من يوم ما يبدأ التحدي. اوكي. اتذكر اذا نجحت بهذا التحدي راح ينفتح الباب اوتوماتيك اللي وراك وهج بأسرع ما يمكن تسويه بحياتك صاروخ. يعني اليوم انت اسمك ريان فراري. اوكي. ماشي؟ اوكي. 7 ثواني. ممكن ما حتشوفني. وهذا اللي أنا أبيه. أبيك تنقز تهج. أبشر. راح يبدأ تحديك فيه. 3 2 1 ابدأ. بدت 7 ثواني حقت ريان تمشي. 7. شاد حيله ريان. البداية حماسية قوية. خلينا نشوف. بدت القروش تنزل. القروش بدت تنزل. الماني بدأ ينزل. وش تبقى؟ ها؟ ارجع دور. انا اليوم العسكري اللي بفتش. ارجع دور. انا اكره التفتيش بالمطار. الباب راح يفتح الان. هذا القروش سريع. صاروخ فراري. طلع الولد فراري بورش. ريان ما شاء الله عليه. أنا حطيت له 4 قطع لكن حرصت كل قطعة تكون بمكان صعب جدا.
وهو ما شاء الله في شقة. مبروك القروش. الله يبارك فيكم بعدكم إن شاء الله. خلاص مبسوط؟ لازم تقول لي وشلون عرفت وين أماكنهن ذي، وشلون طلعتهن بسرعة؟ والله هذا التوفيق من الله الحمد لله. يعني أنت ما سمعتني متأكد وأنا أتكلم مع الفريق العمل وأنا حطها؟ لا 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 ما سمعتك ولا شيء. أكيد إيه، لأن أنا كنت شاطر أصلاً في حصة العلوم مع الأستاذ، كانوا يقولون المغناطيس والحديد كانوا يلصقوا في بعض، فأنا كنت شاطر. فاستخدمت يدك أبا؟ استخدمتها على طول جابت. يعني اليوم أنت تغديت مغناطيس يعني؟ أكيد. وكيف المنشار معك؟ منشار الباب اللي قبل الأخير فتحته طلع لي واحد بمنشار، بس الحمد لله يعني فتحت الباب اللي بعده طلع باب النجاة. يعني الرجال كان بيساعدك يا أخي عشان تكون سريع وتفوز يعني. ما حيلحقني هو حيلحقني. تستاهل حبيبي، ألف مبروك. وتعال أعرفك على أعرف على راعي المنشار نشوف شو بيسوي. تعال أمشي أعرفك أمش أمش. يلا جو يلا روح داخل هالشاحنة.